ندوزو ان شاء الله نعطي واحد الانواع ديال العصائر ساهلين وبنين عقلوا عليهم بالسلامه والعافيه ان شاء الله. اييه هادو اقتصاديين جدا. المهم اول عصير اللي هو العصير بالحامض والفلو. هنا اول حاجه كناخذ واحد الكاسرونه كندير فيها واحد كاس ديال الحليب مع واحد صاشي ديال الفلو مع جوج معالق كبار ديال السكر، كنخلطهم مزيان وكنديرهم على النار حتى كيطلع فيه داك الغليه هذاك الحليب، وكنحيدو من النار وكنجيب واحد زلافه وكنكب فيه هذاك الخليط ديال هذاك الفلو وكنغطيه وكنخليه على جنب حتى كيبرد. الغرض عندي ان هذاك الفلو يجمد. كناخذ واحد الحامضه اللي كتكون كبيره كنغسلها مزيان وكنحك ليها القشره ديالها في الحكاكه ديالها الحكاكه الرقيقه. كناخذ ديك القشره كنديرها في واحد الاناء وكنضيف ليها كاس ديال سنيده، كنحاول نحك هذيك سنيده مزيان مع ديك القشره مزيان مزيان حتى كتطلق ليا ديك القشره في ديك سنيده. كناخذ هذيك الحامضه اللي حكيت لها القشره ديالها كنحاول نحيد لها ديك القشور البيضين ديالها وكنقطعها طريفات ونقيها من دوك العظيمات وكنقطعها ونضيفها لهذاك القشور والسكر اللي درنا النوبه الاولى. كنخلط الكل مزيان مزيان حتى كيتخلطوا، وكناخذ الكاس ديال الخلاط الكهربائي كنخوي فيه هذاك القشره ديال الحامض مع الحامض مقطع مع هذاك السكر، وكنضيف لهم داك الفلو من بعد ما جمد وكنضيف لهم اترو ديال الماء صافي. وكنطحن الكل مزيان مزيان حتى كيطحنوا وكنصفيوهم. ملي كنصفيوهم كنعاود نزيد واحد الاترو ديال الماء صافي، وكنقدموا العصير بالصحه والراحه كيجي منعش بالمذاق ديال الحامض رائع على الفنان. داك اللوين ديالو بصراحه كيفتح الشهيه منعش تبارك الله. ندوزو ان شاء الله على لسنا لهذاك العصير ديال الفريز. غناخذ تقريبا واحد ربعه ديال الفريز من بعد ما كنغسلوها مزيان كنقطعها طريفات كنديرها في واحد الاناء وكنضيف عليها علبه ديال ياغورت بالنكهه ديال الفريز. وكنضيف عليها تقريبا هنا انا ضفت غير نص كاس ديال السكر. ممكن السيده تستغنى على السكر يعني تكتفي غير بالحلاوه ديال الفريز وهذاك الياغورت اللي بغات. انا ضفت نص كاس ديال السكر، خلطت هذاك الفريز مع هذاك السكر وداك الياغورت مزيان وخليته على جنب حتى دارت ديك سنيده وهذيك هذاك الفريز طلق هذاك السيرو ديالو. من بعد خديت الخلاط الكهربائي الكاس ديال الخلاط الكهربائي ودرت فيه هذاك الفريز اللي خلطنا مع الياغورت والسكر، وضفت ليهم ثلاثه القطع ديال الفرماج مربع. وكنضيف ليه اترو ديال الماء ماشي الحليب الماء، وكنطحن الكل مزيان مزيان حتى كيطحنوا كنقدموه. راه كيجي واحد العصير خفيف هذا راه غيولي معتمد عندهم في رمضان لان ما كيجيش ثقيل، ماشي بحال داك العصير اللي كيكون فيه الحليب كتحسي بيه لا انا ثقيل عليك شويه. هذا كيجي خفيف غير بالما خدمنا غير بالما بهذاك الجبن، وكذاك الجبن كيعطي واحد المذاق رائع رائع جدا. هنا السيده لما كانش عندها داك الجبن مربع ممكن تخدم بالجبن المثلث كيبقى ليها الاختيار. صافي وكنقدموا العصير بالصحه والراحه.